عرف نفسك. انا شريف الروبي، عضو حركه شباب 6 ابريل. ايه شايف النهارده؟ انت من امبارح؟ انا من يوم الثلاث اللي فات قاعد في الميدان. شايف ايه الاجواء؟ هي الاجواء يا كويسه جدا، وكويس ان الميدان والشعب المصري قدر يلتحم ببعضه تاني بعد ما كل اللي حصل والتفرقه اللي عملها الداخليه واللي حاول يعملها المجلس العسكري ما بين طوائف الشعب وما بين الفصائل السياسيه، وبدعوا الاخوان المسلمين اللي هم نازلين النهارده رغم عن انفهم مش بمزاجهم، عشان شباب الاخوان اعلن اعتصام، وشباب الجامعات السلفيه والجامعات الاسلاميه اعلن اعتصام، فارغموا الجامعات بتاعتهم وارغموا جماعه الاخوان المسلمين ان هم ينزلوا الميدان، بس هم قالوا لحد الساعه 6 وهنمشي. فقالوا هم جايين هنا عشان يبينوا لبقيه الشعب المصري ان هم وجودهم في الميدان مؤثر وعدم وجودهم مؤثر. لا، احنا بنقول يا اخوانا المسلمين، يا جماعات يا سلفيه، احنا شعب واحد، احنا ايد واحده، كلنا صنعنا ثوره بايد واحده، فلازم نكملها، لان المجلس العسكري بيلعب بينا كلنا، واللي يبيع الثوره فهو باع مصر. يعني انت بتطالب الاخوان والسلفيين وكله بالاعتصام؟ بالاعتصام لحين تحقيق مطالب الثوره الحقيقيه، لان بعد 5-6 شهور من الثوره اللي ذكرت في جميع وسائل الاعلام العالميه ان هي اعظم ثوره في التاريخ، اعظم ثوره صنعها الشعب المصري في التاريخ، لحد النهارده ما حققتش اي نتائج. اجي لك بالليل ان شاء الله، سجل معاك وقول لي النتائج ان شاء الله باذن الله. شكرا.